اهلا بحضراتكم على الهواء، ويبقى ضيفي العزيز الاستاذ حافظ المرازي الاعرامي الشهير. وخلوني اقول لحضراتكم في المقدمه ان واعتقد ان دي النقطه الوحيده ربما التي لن نختلف فيها في هذا الحوار مع الاستاذ حافظ، انه من اصعب الاوقات التي تمر على الاعلامي هي هذه الفترات، لانه اختبار حقيقي لكل اعلامي يعمل سواء مرئي او مسموع او مقروء. وانا عارف ان الاستاذ حافظ هيجبرني على ان اخلع رداءة المذيع شويه علشان سنتداخل في امور لها علاقه بالمهنه. انا هدعك تقول ما تشاء، وكمان تفضلا هسيبك، يعني ايه عارف الحاكم هو اللي بيتنازل عن كرسي طواعيه، فانا هترك ليك مقاليد دفه الامور وتفتح كما تشاء. ابدا وانا جاهز للرد. يعني ابدا انا المذيع وتامر الضيف. ايوه تامر، متى تتخلصون من مساله الدولة؟ يعني احنا قلنا الرئيس مبارك انا الدولة والدولة انا. تمام. انا عندي احساس انه تامر بيقول انا الدولة والدولة انا. كويس. بمعنى احنا بنعمل كذا، احنا من انتم؟ يعني من انتم عشان تقول لي احنا؟ طيب هذا الكلام محترم، وانت تتحدث عن تامر. عن تامر. كويس. علشان يعني يبقى كلام محدد. لو جبت خيري ومحمود برضه هسألهم. تمام. يعني عشان كده، عشان يبقى كلامي على لساني. المنطق بمنتهى البساطة. اولا عملك في التلفزيون المصري هو اختيار مش اجبار، يعني انت تعلم انه من الممكن جدا ان احنا نعمل في الفضائيات الخاصه اللي سقف الحريه فيها بيبقى اعلى، لكن اختيارك ان تعمل في التلفزيون المصري هو اختيار لسبب، والسبب الا تخلي المكان لما يمكن ان يحدث بصفه عامه وكان يحدث في وقت الاعلام الموجه، وانت تعلم قبل حتى مساله الحريه اللي كان ليها مجموعه جدا من الرتوش والاسقف العاليه في الفتره الاخيره، احنا كنا في الثمانينات والسبعينات وبدايات التسعينات اعلام موجه بمعنى الكلمه. لعلك تعلم ان وجود برنامج اسمه البيت بيتك والوريث الشرعي بتاعه اللي هو برنامج مصر النهارده كان مختلف، وهو الذي اعاد بعض المشاهدين من الالتفات للشاشات العربيه للشاشات المصريه. ليه؟ مش عشان اسم البيت بيتك حلو بس، ليه؟ الممارسه، لان ما كان يقال في البيت بيتك وفي مصر النهارده مختلف عما يقال في ال 23 ساعه التانيين من بث التلفزيون المصري. معنى ذلك انك تحاول ان تفعل شيء، مع الوضع في الاعتبار انك في الشاشة الرسمية للتلفزيون الحكومي، واي انكار لما يفرضه هذا التلفزيون الحكومي من قيود ربما مش ان انت تقول حاجة غلط، بس ان انت ما تقولش كل اللي انت عاوزه. ففي النهاية هو اختيار، وانا لا اعفي نفسي من المسؤولية ولا اعفي زملائي ايضا من المسؤولية، لكن في النهاية ان تترك الساحة تماما وتناضل في احدى القنوات الفضائية ده كان قرار على الاقل انا لم اكن انوي القيام به، لان انا حاسس ان وجود صوتك بنسبه 60% 70% في تلفزيون الدوله مهم ومساحه مكتسبه لا يجب الانسحاب منها. لكن يعني اسمح لي، لما نقول انك تناضل في قناه فضائيه يعني طبعا كلمه مليئه بالبتاع، وانا اقصدها. لا بالظبط. عظيم. الذي كان يقال لنا مثلا حين يعمل حافظ في الجزيره او العربيه، لماذا لا تتكلمون عن أمير قطر؟ لماذا تتكلمون عن الملك عبد الله والعاهل السعودي؟ وكنا نقول لهم نعلم أن هؤلاء لديهم خط أحمر، لكن ما يعنيني أنا كإعلامي مصري هو أن أتحدث هنا عن الأوضاع في مصر، والإعلام المصري سواء حكومي أو خاص لم يكن يعطيني هذه المساحة لكي أتحدثها هناك، وبالتالي قبلت بهذا كحل وسط. لكن بعد ان تحرر الاعلام المصري، او افترض انه تحرر طبعا، يمكن هنا في الاعلام الحكومي لم يتحرر اعلامكم بعد، لم يفتح لحمدي قنديل ليقال له تعالى هذا هو تلفزيونك تحدث فيه، لم يفتح نموذج واحد، لا بعد 25 يناير بعد سقوط نظام الرئيس مبارك ما زال التلفزيون الحكومي المصري مغلق، ما زال بيدار ايضا قياده سواء عسكريه او سياسيه، ولم يفتح ابوابه للمواطنين. اسمح لي اتحفظ بس، لان اتفضل. مجموعه الوجوه التي دخلت مبنى التلفزيون منذ يوم 25 يناير لا تقول يمكن عكس، يمكن انا مش عارف استاذ حمدي قنديل زميلي خيري او الاستاذ محمود. لا انا ما بقولش كضيف، انا بتكلم كمذيعين، هذا هو الوقت لكي تقول. انا عندي سياسه، انا طبعا مش كفيل بالرد لكي عليها. لكي تقول لحمدي قنديل، لكي تقول لحافظ المرازي، لكي تقول لكله، هذه لغيره من الاصوات الاخرى. وبالمناسبه زميلي عمرو الخياط رئيس التحرير بيقول ان الاستاذ حمدي قنديل تحديدا دعي بس ضيفا في برنامجنا هنا خمس مرات منذ يوم 25 وهو اللي رفض. انا لا اتحدث عن الضيوف، انا بيت بيتك كان البيت بيتي، وكنت بقعد عائليا. مظبوط. وتحفظي عليه كما كتبته في مقال الاهرام اليوم في صفحه الراي عن المطلوب لاعلامنا الان،
هو اعطيت مثال البيت بيتك انه اللي حصل انه السيد انس الفقي وزير الاعلام في اول لقاء لينا الرجل دعاني انا اخرج على البرنامج، لكن ندى معده البرنامج ومنتجته اكتبي هذه الاسئله. فاستغربت ساعتها يعني ايه وزير اعلام مهمته انه يصبح بيحجز ضيوف وبيتدخل في الاسئله وبيعمل شيء؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه. تمام. انتم ما زلتم في مساله الوصايه، مساله انه القياده تريد منكم كذا او الجهاز او اداره، بتتكلم حتى بعد 25 حتى الان اداره المعنويات او اداره الشؤون المعنويه تطلب من كذا اعمل كذا كذا كذا. انا اعرف انها مرحله انتقاليه، لكن هذه ليست المرحله التي نريدها. نريد ان ننتقل الى المذيع اللي مالي نفسه وعارفين انه عنده، عارف مسؤولية الوطن، عارف الوثائق اللي هتطلع ومش هتطلع، ايه اللي كذا كذا، وبيقوم بالظروف. طب اسمح لي اتكلم، مازال لغاية دلوقتي ليس لدينا هذا تامر. ثم اضيف عليها فقط فضل. انه تامر انا دايما بمدح بقول يا جماعة تامر بالنسبة لزملائه، وانا بحترم خيري وبحترم محمود وكصحفيين طبعا، لكن تامر لديه ادوات المذيع التي قليل من الناس مقدم البرامج لديها، لانه والده هو الذي علمني ايضا في الاذاعه صوت العرب الاستاذ امين بسيوني. عفوا. لكن مشكله تامر ايضا انه واخد شخصيه احنا البلد، سواء حتى كان مبارك، سواء نظيف، سواء جمال مبارك، حتى يجي شفيق بيدافع عنه، عصام شرف يتحدث من شويه يقول له هذا الذكاء. من انت حتى تقيم هذا الذكاء وهذا غير الذكاء؟ رائع. اولا انا متفق معاك ان ما كان قبل 25 هو نوع من انواع الحديث باسم الدولة في كثير من الاحيان، ولعلك ما عرفش سمعتني ولا لا، بس انا واحد من الناس، ورغم ان انا مذيع في التلفزيون المصري قبل ما متعاقد مع برنامج مصر النهاردة، كنت من المطالبين بألا يكون هناك وزير الاعلام في مصر، لان كل الدول المتقدمة الغت هذا المنصب. وزير الاعلام هو منصب سياسي، والاعلام مهنة فنية بحتة، فعندما تتدخل السياسة في الفن تلوثه وتفسده، زي الدين والسياسة عندما نتحدث عن ارتباطهما. لكن فكرة، لان انت قلت جمله في الحوار السابق مع سياده اللواء يعني توقفت عندها بالاشاده، وهي فكره ان الاسهل الان ان تعارض، الاصعب ان تمتدح النظام او الحكومه. صحيح. وانا الحقيقه وعن قناعه واقسم لك، وانا لست في حل يعني ان انا ابرئ نفسي امامك او الساده المشاهدين، لكن في النهايه هو نوع من انواع الاعتراف اذا جاز التعبير، اقسم لك ان انا عمري ما لعبت على هوى المشاهدين. يعني انا عارف ان في بعض الكلام لما كان يتقال كان يجيب تسقيف، انت عارف مهنتنا زي الممثل على المسرح بيعرف في معين امتى يجيب تسقيف في المسرح. انا كنت امتنع حتى وانا عارف انك هتجيب تسقيف، لان انا كنت شايف ان هذا نوع من الاعلام، نوع من انواع الاعلام الرخيص. فكره ان انا اقول كل اللي انا عاوزه لا، لم يكن يسمح لي ولا لغيري. لكن فكره ان انا اقول حاجه انا مش مقتنع بيها لا. الوزير بما له من صلاحيات على هذا المبنى الذي نعمل فيه انا وخيري ومحمود سعد، له صلاحيات في ان يرفض ضيوف غصب عني. انا كنت واحد من المطالبين ان انا نفسي اعمل حوار مع اعضاء جماعه الاخوان المسلمين، لكن كان يقال انها جماعه محظوره فليس لها الحق في دخول مبنى اتحاد اذاعه التلفزيون. ومنذ ان خرج السيد انس الفقي الذي اكن له كل الاحترام الان خارج وزاره الاعلام، انا اول مذيع استضيف الدكتور سعد الكتتني عضو مكتب الارشاد. عظيم. وعملت معاه حوار، وبالمناسبه القوات المسلحه لم تعترض اطلاقا. عظيم. اللي انا قصدته استاذ تامر هو انه الاعلامي لا يعطى له تعليمات بأن يكون حرا وتعليمات بأن يكون مهذبا وكذا. بمعنى في الذكرى العاشرة لقيام لتأسيس قناة الجزيرة، في برنامجي من واشنطن في نوفمبر 2006 أنا ختمته بكلمة محددة، وأشكرهم أنهم عندهم سعة الصدر أن أنا قلته على شاشتهم، بأنه الجزيرة قامت بدور مهم جدا ومؤثر، ولكن النصف الفارغ من الكوب بالنسبة للجزيرة، وهذا على قناة الجزيرة. أيوة. هو انها ان القيادة القطرية قررت باموالها انها تكون حرة. لما تقرر بانها ما تكونش حرة هتقرر، وبالتالي احنا ما عندناش حتى الان اعلام حر. وختمت طبعا البرنامج بقولي لا يوجد اعلام حر في بلاد غير حرة. هذا هي المأساة في المنظومة السابقة. صحيح. عفى الله عما سبق، لكن يجب بس ان ندرك الاشكاليه فين يا استاذ حافظ. بس انا عايز اضيف، يجب ان ندرك شيء وانا ذكرته النهارده ايضا في مقالي في الاهرام. في الاعلام الامريكي اي اعلامي اخطا ولو معلومه صغيره، سواء بيتر ارنيت في سي ان ان، دان راذر في سي بي اس، مع كل تاريخه مفيش حاجه اسمها سوري يا جماعه هنبدا لا. شرف الاعلامي زي عود الكبريت. صحيح. بالنسبه ليوسف وهبي فقط. طيب انا هتوقف بس مع اشكاليه واسمع رايك فيها، هو ليس رد مني.
المشكلة تكمن في العمل وأنت بالصدفة عملت فيه القناتين الجزيرة والعربية. المشكلة زي ما أنت قلت أن مفيش قناة حرة على إطلاقها، وأن أي قناة لها مجموعة من المحاذير أو سقف لا يمكن تجاوزه. المشكلة تكمن في المتحدث عنه مش المتحدث. بمعنى أنت في الجزيرة لك مطلق الحرية أن تتحدث عن مصر كما تشاء، مظبوط؟ أنت في العربية لك الحرية أن تتحدث عن مصر كما تشاء. مش قوي بس ممكن. يعني أنا في مصر وفي التلفزيون المصري المتحدث عنه واحد، لكن الجهة مختلفة، أنا ليس لي مطلق الحرية في التلفزيون المصري في السابق أنا أتحدث عن مصر، زي ما أنت ما كانش لك مطلق الحرية أتحدث عن السعودية في العربية. طيب أو عن قطر في الجزيرة. اسمعني أوضح. وصلت؟ وصلت. اسمعني أوضح لك النقطة دي. أنا عرض علي كثيرا أن أنا أقدم معكم برنامج البيت بيتك. كويس. سيادة الوزير أنس الفقي عرض أن أنا أمسك قناة النيل الأخبار مقابل أنه يوقف مشروعي. مزبوط. قناة الحياة الإخبارية للدكتور سيد بدوي هو اللي تراجع عنها، وأنا رفضت أن أنا أتراجع عنها رغم كل وعود وإغراءات الأستاذ أنس الفقي. إذن أنت كإعلامي أنت من حقك أن تقول لا أنا مش هدخل في منظومة خطأ وأقول لا أصل هو ده المتاح، ده أولا. تمام. ثانيا على الجزيرة بعد أن حاولت الإصلاح لمدة عام أو عام ونص أنا قلت أنا لن ألعب في قناة أصبح يديرها تيار سياسي معين. تمام. ومنظومة حكومية معينة. في العربية في برنامجي الأخير بعد سقوط النظام الرئيس مبارك أنا قلت الآن في دولنا كانوا الأول مبرروا الحكومة ومبرروا النظام كانوا بيقولوا لنا إيه اشمعنا قطر ومش عارف ايه، هما ما كانوش بيقولوا لنا كده عشان ان احنا نتكلم على الاثنين. ده هما عايزين يقولوا كده عشان يسكتونا زي ما هما سكتوا. صحيح، متفقين. ولذلك نفعنا، ولذلك انا على العربية قلت في اللقاء الاخير قلت الان بعد ان تحرر اعلامنا وبلدنا في الحلقة القادمة لن نتحدث من الان، اذا كان من حقنا نتكلم في بلدنا يبقى من الان الحلقة القادمة ستكون عن السعودية. لو سمحت العربية ببرنامجي عن السعودية المرة القادمة زي ما بتكلم عن مصر أنا هواصل. ولم تسمح. ولم تسمح، ولذلك احترمت ناس وقعت في البيت. طيب ما هو لكن هذا الكلام. ما ينفعش أعمل الاثنين. طيب ما ينفعش أعمل مناضل وأكل بقلاوة. الله يفتح عليك، إحنا بنتكلم دلوقتي عن نضال.